جينا وجددت الامل الله 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 فينا. فاكر الحاجات دي؟ فاكر العربيه الفولكس بقى لما يا روحي في الصحراء بتاع مصر الجديده. انا اللي قلتها. انت قلت دي؟ قلت الحكايه بتاع مصر الجديده. الفولكس شغال. هلالك ايوه هللي نينا. انا فاكر بقى ايام ما كنت بتفوت عليا الصبح وتاخدني في الفولكس ونبتدي الغنى، ودخلت في محل الورد اللي في شارع الفولكس. فاكره؟ فاكره طبعا. نما عندي دلوقتي ازاي؟ كويسة بس طبعا بحط قطرة برضو. تحط القطرة؟ لازم. الحمد يعني لله ان انت بتحطها بعيد عننا. ليه؟ انت فاكر؟ ودي حاجة تتنسي؟ فاكر زمان لما كنت بحط لكم القطرة؟ كلنا. كلكم اي حد ينام معاك في اللوكاندا. في اللوكاندا ايام ايام اضواء المدينة. المدينة اي حد فاكر؟ طبعا اي حد تحط له قطره. وبعدين انت لو ما سكتش دلوقتي انا هحط لك قطره قبل ما اروح. قبل ما تروح مش عارف اروح. لا هو الغريب في الموضوع. ايوه الغريب حقيقه مانع في الموضوع ان انا بحط قطره معينه. انا بقالي مدد يعني 30 كل يوم بحط قطره. القطره دي تختفي واخد بالك، وبعدين يغيروا اسمها عشان يعلوا السعر. انما هي هي. انما هي هي. وبعدين يعملوا ال 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 القطاره اكبر من الازازه فتدخلها في ما انتش عارف تربط القطاره، فتبقى ماسك القطاره بايد والازازه بايد، وتفضل القطاره لايصه على الازازه لانها ما تقدرش تربطها لانها دايما كبيره على الازازه. وبعدين كل الازايز كده كلها. مش ازازه او ازازه، لا حقيقي. ده لغايه دلوقتي. طب ما تجيب انت القطره وتفضيها في ازازه تانية. ايوه وانا جبت قطاره، انا عملت قطاره على قد الازايز، بقيت انا اجيب الازازه وارمي القطاره اللي هم جايبينها واحط القطاره بتاعتي. بس قطره جميله تجنن. من غير قطره ما تشوفش. ما مبقاش مظبوط. ما تبقاش مظبوط. لا 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 لا. انت مش بتحط حاجه انت راغر. شيش مظن او حاجه. فاكر حفله المحله؟ حفله المحله الكبرى بتاعت اضواء المدينه. ايوه. كانت سنه حاجة وستين ولا حاجة وخمسين؟ متهيألي لا كانت حاجة 58 59 59 حاجة كده حاجة زي كده. فاكرها طبعا. فاكر لما طلعنا وبنمثل سكتش وكان احنا طلعنا حوالي الساعة 4:30 5 باين صباحا الصبح. بعد الناس ما ناموا. الناس نامت وتعبت من اللي طلعوا قبل كده. طلعوا كل الناس الا احنا. فطلبونا الساعه 4 انا فاكر. طلبونا 4:30 5 والناس نايمه وبتشغر، وعمالين نقول انا وانت وننتع اللي ما حد ابتسم ولا قال حاجه. وبقوا يعني عايزين يقولوا لنا يعني هتسيبونا عايزين ننام. كان يوم قاسي عليا انا حقيقي. وانت خرجت عيطت. طبعا فضلت تعيط لحد ما ركبنا الاتوبيس والفار الله يرحمه حسين فار الله يرحمه. حسين الفار عمال اللي طبطب عليك ويقول لك معلش يا فؤاد يعني حصل خير؟ لا حصل خير ازاي؟ لا لا كان برضه تنظيم مش مظبوط. ايه اللي نطلع الساعه 4:30 بنقول حاجات 5 الصبح الناس نايمه والناس نايمه؟ ده معقول يعملها؟ كان لازم نصحيهم الاول يعني كان نطلع في وقت مناسب انما مش كده يعني مش
كانت فترة بتاعت أضواء المدينة. كانت ظريفة. أيام ظريفة وأيام كنا بنعمل فيها بنعمل اللي احنا عايزينه. اللي هي ايه عارف اللي هي بنكون فيها حياتنا وبنكون فيها شغلنا وبنكون فيها شخصياتنا وبنكون طبعا مش عايزة كلام. انا فاكر حفلة كنا عاملينها في السويس والناس اتلموا علينا انا وانت واحنا راكبين العربية. واحد من كتر اعجابه فيك خطف النظارة. ايوه عايز ياخد حاجة من من منك مني من ريحتي فخطف النظارة. النظارة هيعمل بيها ايه؟ ده انا اللي البسها بس مش هو. لا كانت الحقيقة كانت ايام ظريفة. ايه اخبار الاكل بقى دلوقتي العشاء برضو زي زمان؟ لا في تفاصة يعني؟ لا التفاصة قلت خالص عن الاول. خالص يعني طاجن؟ لا 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 لما خلصت طواجن بطلت؟ لا خلاص دلوقتي رز ابو كلاوي لا 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 امال يعني ايه دلوقتي؟ دلوقتي يعني لا 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 دلوقتي في حاجات تانية. لا بالحق يعني بالحق فتة بالليل بالليل يا روحي حبيبي يجنن بالسمنة بقى رز معمر بالليل بالليل يا سلام لو كلت صينية مكرونة بالبشاميل بالليل الساعة 4:30 الصبح. ايه ده يا فؤاد؟ حياتك انت ده ان شاء الله حتى تاخد حته صغننه منها كده. بس جميل والله العظيم. والله صينيه صينيه مش هتاكل صينيه هتاكل حته يعني. بس هو الاكل جميل. لا بس وصف لي المائده يعني افتح نفسي كده يعني صينيه مكرونه بالبشاميل ايوه او صينيه مكرونه لسان عصفور بالموزه جوه صح وفي الفرن صح وبعدين سلطات بقى سلطات وترشي من بتاع سيدنا الحسين ترشي بلدي من اللي هو يا سلام وميه الدقه ايوه وتقول وتعمل حمايل فيها الواحد في حاله زي دي الواحد يتهيأله انه هيلبس مايو وينط بسلطانيه الترشي بالواحد من كتر اعجابه بالحاجات دي الحقيقه وبعدين بطيخه بقى الله يرحمه اسمه ايه ده كان يقول لي اقول له قال لي الدكاتره كلهم قالوا لي ما تاكلش فلفل محمد عفيفي فاجر الله يرحمه قلت له ايه يا محمد مالك قال لي الدكاتره كلهم قالوا ما تاكلش فلفل انا اتنازل من 10 سنين من عمري واكل فلفل انا ما اقدرش اعيش من غير فلفل لازم اكل فلفل يعني دي وجهات نظر محدش واخد منها حاجه لكن ماشي انت على الصواني الرجيم ده يعني هم ايه يقولوا لي دايما ايه لما اكون اعيا ولا حاجه ولا يقولوا لي عايز الرجيم زبادي وعصير ما اعرفش ايه اقول لهم ماشي وشوربه وحاجات كده اكل ايه